تأكيدات الرئيس بشار الأسد على التزام بلاده تفكيك ترسانة الكيماوية هل تغير شيئا في موقف الولايات المتحدة أن لا حلا سياسيا إلا برحيل الأسد؟ ولماذا لا يثق الرئيس الروسي 100% في نجاح مبادرة بلاده بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية؟ كيف ينعكس خلاف روسيا مع عدد من نظرائها الدائمين في مجلس الأمن على مشروع القرار المتعلق بسوريا؟ هل المعارضة من أدلة على اتهامها بنقل الكيماوي السوري إلى لبنان؟ وما ردها فيما قد تقدمه روسيا من أدلة تثبت استخدامها للسلاح الكيماوي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها عليكم في برنامج حديث الساعة اليوم. أنا فدا باسيل، أرحب بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، وأرحب بضيوفي. من واشنطن خالد صفوري، المستشار السياسي في مجموعة ميريديان استراتيجية مسؤولة عن البحوث والتحليلات السياسية والإعلام. ومن روسيا ليونيد سوكيان، أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو سامر الخليوي الكاتب والإعلامي السوري، وعبر الإنترنت من نيويورك عبد الحميد الصيام المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة والمتخصص في شؤون المنطقة. قبل أن نبدأ الحوار نستعرض جانبا من تصريحات الأطراف المعنية بقضية تفكيك السلاح الكيماوي في سوريا. لا أعتقد أن أي أحد في المجتمع الدولي يجب أن يقبل بفكرة أن يكون الحاكم المفضل لأي دولة شخصا قتل عشرات الآلاف من شعبه، من بينهم أطفال ونساء ومدنيون عزل. نريد تحقيقا في أحداث 21 من أغسطس يكون محايدا وموضوعيا ومهنيا. لدينا أسباب عديدة تجعلنا نعتقد أن ما حدث كان استفزازا، والعديد من شركائنا أعلنوا دون دليل دامغ أن النظام السوري يكون قد استخدم الأسلحة الكيماوية، لكن الحقيقة ما زالت تحتاج إلى إظهارها. بناء على تحليلاتها انتهت بعثة التفتيش إلى أن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعتها تقدم دليلا واضحا ومقنعا على أن صواريخ أرض أرض تحمل غاز الأعصاب قد استخدمت في قصف عين طرمة والمعظمية وزملكة والغوطة في ضواحي دمشق. وبينما نحن ندرس رد الفعل على نتائج التحقيق هذه، دعوني أوضح أن بعثة التحقيق ستعود إلى سوريا في أسرع وقت ممكن لاستكمال تحقيقها في خان العسل وفي جميع الاتهامات المعلقة قبل أن تقدم تقريرها النهائي. خان العسل and all other pending credible allegations before completing its final report. هذا ليس بالأمر الجديد، هذه الأدلة كانت قد سلمت إلينا في وقت سابق وإلى إيكي سيلستروم رئيس فريق المفتشين الدوليين. هؤلاء الخبراء كما تعلمون غادروا سوريا قبل بضعة أيام، وهذه الأدلة كانوا يحملونها معهم، وقد شعرنا بخيبة الأمل لأن العناية الكافية لم توجه إلى هذه الأدلة في التقرير الذي رفعه فريق المفتشين. تقرير المفتشين كما قال الأمين العام للأمم المتحدة اتهم النظام، ولدينا تقييم تحليلي يختلف نوعا ما عما لدى روسيا. نحن نعتقد وكما سبق أن ذكرنا ووفقا لما قالته تقارير استخباراتية أجنبية أن تقرير المفتشين يثبت أن مسؤولية الهجوم الكيميائي في 21 من أغسطس الماضي تقع على عاتق النظام السوري، نظام بشار الأسد. لم يتأكد أحد من صدقية التسجيلات، الشيء المؤكد هو فقط العينات التي أخذها الفريق الأممي، عينات الدم والتربة وإلى ذلك. لا يمكن أن تبني تقريرا على تسجيلات، سيما ونحن نعيش عالما من التزييف منذ عامين ونصف العام.
سيد ليونيد، أبدأ معك. إذا كان الرئيس الروسي بوتين غير متأكد 100% من إمكانية تطبيق الاتفاق، لماذا إذن يصر على ضرورة رفع التهديد أو التلويح بضربة عسكرية على سوريا عن الطاولة؟ الرئيس الروسي طبعا ليس له البينات والدلائل، وليس لروسيا بشكل عام الدلائل والبينات الكافية للقول من هو مسؤول عن استخدام أو استعمال الأسلحة الكيماوية. التحقيقات لمفتشي الأمم المتحدة لا تجيب على هذا السؤال. أما بالنسبة للبينات والدلائل الموجودة لدى الولايات المتحدة أو غيرها من الجهات، فروسيا تفضل التعرف عليها وعرض هذه الدلائل ومناقشتها. ليست هذه الدلائل موجودة القاطعة سيد ليونيد، إذا لم يكن لروسيا البينات والإثباتات والدلائل، وهي إلى حد اليوم تلوح باتهامها للمعارضة باستخدام الكيماوي، إذن على أي أساس تطالب النظام السوري بتسليم أسلحته الكيماوية ودخلت في اتفاق مع الجانب الأمريكي؟ استخدام الأسلحة الكيماوية شيء، أما بالنسبة لانضمام سوريا لمنظمة الحظر الأسلحة الكيماوية شيء آخر. بهذا الخطوة روسيا كانت تحاول أن تسهم سهما إيجابيا في الخطوات التي تبذل لمعالجة الأزمة السورية، وإقناعا للنظام بضرورة الاتخاذ الخطوة نحو الرأي العام العالمي لإزالة بعض الشبهات وإزالة هذه الاتهامات الموجهة ضد النظام باستخدام الأسلحة النووية. ليس هنالك العلاقة 100% بالنسبة للانضمام السوري لهذه المنظمة واستخدام الأسلحة الكيماوية. بعض الدول قد انضمت إلى هذه المنظمة، ولكنها لم تستعمل هذا الأسلحة. هذا المطلب جاء بعد حادثة معينة. هل يمكن يعني بالمنطق أن يطالب النظام بدفع ثمن لا ذنب له فيه؟ نعم، هذا الطلب وهذه المبادرة جاءت بعد الحدث المعروف. ولكن لماذا نحن نناقش هذه الأوهام أو يعني الظن فقط؟ ليس هنالك الحقيقة. الظن لا يحل محل الحقيقة. إذا كانت الحقيقة موجودة فأهلا وسهلا، خلي الولايات المتحدة تعرض هذه الحقائق على أمام المجلس الأمن أو غيرها من الجهات الرسمية. في هذا الحالة روسيا ستدرسها وستبدي رأيها في ذلك. القضية حاليا ليست في هذا الأمر. القضية حاليا في وجود المبادرة المشتركة الروسية الأمريكية وبعض الخطوات الأولى نحو تنفيذ هذه المبادرة كخطوة خطوة إيجابية ربما ستفتح المجال لإيجاد المخرج السلمي لهذه الأزمة. سأعود إلى المخارج السلمية لهذه الأزمة، ولكن أريد أن أسمع من السيد خالد صفوري. سيد خالد، يعني اليوم ما طبيعة العلاقات بين روسيا والغرب؟ هل نحن أمام إرهاصات حرب باردة جديدة بين الجانبين؟ يعني جزء كبير من هذه العلاقات هي مبنية على الفراغ الذي خلقه التراجع الأمريكي. يعني روسيا تعبي فراغ خلقه التراجع الأمريكي وعدم رغبة الرئيس أوباما وإدارته بالتدخل العسكري وبالتدخل من كثير من الأمور. فروسيا دائما يعني في العلاقات الدولية عندما يكون فراغ يحاول أي شخص أن يعبئه. ونحن لاحظنا أنه الفرنسيين والبريطانيين كانوا متقدمين على أمريكا لمدة أشهر في موضوع التدخل في سوريا، لكن عندما لم تتدخل أمريكا تراجع البريطانيين وكان المخرج لهم هو تصويت البرلمان، والفرنسيين ترددوا كثيرا رغم تهديدهم المتكرر. والآن مع الغياب الأمريكي برز الدور الروسي، واللي جزء منه مبني على علاقات قديمة مع سوريا. وبالتالي سيد خالد، يعني لماذا نسمع اليوم استبعد أن يكون أنه بداية حرب باردة؟ يعني لماذا نسمع اليوم معاتبة للرئيس أوباما وما فعل به؟ حقق المصلحة والغاية بالنهاية دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى بأن البعض يرى بأن مواقفه جاءت متسقة مع رغبة الشعب الأمريكي الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا، كما أنها جاءت متسقة مع ما وعد به الأمريكيين عند انتخابه.
لأنه الطريقة التي عالج فيها أوباما الموضوع أو المشكلة مشكلة الأسلحة الكيماوية في سوريا طريقة غير معتادة أمريكياً، والمجتمع الدولي ليس معتاد على هذا الأسلوب من قبل الولايات المتحدة. حتى لو كان الشارع الأمريكي لا يريد التدخل، الرئيس أوباما لم يقود، هو رمى القرار بسلة الكونغرس الأمريكي لأنه لم يريد أن يتحمل مسؤولية حرب، وهذا واقع. وحتى حلفائه، يعني بالأمس وزير الدفاع، وزيرين دفاع أمريكيين كانوا يمثلون أوباما، يعني جيتس، روبرت جيتس وليون بنتا، انتقدوا الرئيس أوباما. نحن نعرف أنه روبرت جيتس كان وزير دفاع بوش، وكان وزير دفاع لأوباما في أول سنة في حكمه، وثم ليون بنتا كان وزير دفاع. الاثنين اتفقوا على موضوع، رغم أنه واحد محسوب على الجمهوريين وواحد على الديمقراطيين، أنه أسلوب معالجة أوباما للمشكلة كان خطأ، رغم اختلاف الطرفين. يعني روبرت جيتس كان ضد التدخل العسكري أو توجيه ضربة، لكن قال أنه أوباما اللجوء إلى الكونغرس طريقة غير معتادة لأنه لديه صلاحيات دستورية. ونفس الشيء وافقوا عليه بنتا، ولكن بنتا كان يريد أن يوجه ضربة وأن لا يلجأ إلى الكونغرس الأمريكي. كل هذه الأمور، يعني حتى داخل الولايات المتحدة حلفاء الرئيس لم يكون راضين عن أسلوب معالجته، فما بالك بالحلفاء في خارج أمريكا والذين كانوا دائما ينظرون إلى الدور الأمريكي. نحن نتذكر حرب البوسنة، الأوروبيين في وسطهم هذه الحرب كانت في القارة الأوروبية، ولم يستطيع أن يوقف هذه المعركة إلى غاية ما دخلت الولايات المتحدة في المعركة بعد سنتين من بدئها خلال حكم الرئيس بيل كلينتون. وبالتالي المجتمع الدولي والأوروبيين متعودين على أن أمريكا تكون القائد في أي عملية عسكرية وفي حل هذه المشاكل الكبيرة. عندما تتردد أمريكا فيها يصبح هنالك فراغ، وأعتقد أن روسيا حلت هذا الفراغ أو حلت مكانه وعبأت هذا الفراغ الأمريكي. سيد عبد الحميد السيام، يعني ما هي نوعية المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي التي تؤدي إلى عناق بين لافروف وكيري في يوم، وتناقض واختلاف في اليوم التالي؟ أعتقد ما زالت الخطوط العريضة متفقا عليها، يعني هناك خلافات في التفاصيل. يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعجلة في موضوع الانتقال إلى التسوية السياسية في جنيف 2، كما أن هناك أخبارا تقول أن الولايات المتحدة بدأت تسلح المعارضة بأسلحة نوعية، وهذا ممكن يكون قد أزعج الروس. أي بعد الاتفاق كان هناك الاتفاق هناك فيه شقان، الشق الأول وهو الأسلحة الكيميائية والتخلص منها وحصرها وإرسال المفتشين للقيام بهذه المهمة، والشق الثاني هو العمل على عقد مؤتمر جنيف 2 لحل المشكلة السورية من أساسها بشكل مطلق وبشكل نهائي. وهنا أعتقد صار في هذه النقطة صار خلاف بين الطرفين حول توجيه الاتهام من خلال التقرير إلى النظام السوري، علما أن التقرير لا يشير بشكل مباشر وصريح إلى أن النظام السوري هو الذي ارتكب، لكن هناك الدلائل تشير إليه لكن بدون صراحة. طيب، يعني يعني ما هي ردود الفعل داخل الأمم المتحدة عن الحديث الروسي الذي يقول بأن الجانب السوري سلمه دلائل تثبت بأن المعارضة هي من قامت بهذا الهجوم، وأن التقرير النهائي للمفتشين يعني لم يعر بالا لهذه الأدلة التي أيضا أعطاها الجانب السوري للمفتشين الدوليين؟ يعني موقف الأمم المتحدة وقفت خلف هذا التقرير وأكدت أنه تقرير موضوعي ومهني وتمتع بكافة المواصفات الموضوعية للوصول إليه، والأمم المتحدة ملتزمة بهذا التقرير ولا تقبل أي طعن في مصداقية هذا التقرير، وهذا ما جاء على هذا الموقف المعلن من بان كي مون. ولكن هل هنالك جدل دار داخل الأمم المتحدة نتيجة هذه المعطيات التي يطرحها الروس؟ هل أدى إلى إضعاف الموقف الغربي المتمثل ببريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، عكست نفسها في المشاورات غير الرسمية. كان هناك أمل أن يتم التوصل إلى مشروع قرار في اليومين، في أمس واليوم أو غدا في الأيام القليلة التي تبعت الاتفاق. يعني كان هناك توقع أن يتوصل الخمسة الدائمون إلى مشروع قرار وبأقصى سرعة. هذا عكس نفسه على
على تراجع الاندفاع نحو الإسراع في التوصل إلى مشروع قرار، لكن لم يلغيه أبدا. يعني هناك نية الآن، ما زال الاجتماعات مستمرة للتوصل، وسيقوم الوفد الروسي بعرض ما لديه من أدلة على الأعضاء الدائمين في البداية، ثم أعضاء مجلس الأمن، وإذا كان هناك حجج مقنعة غير قابلة للدحض وغير قابلة للطعن ومقنعة تماما، لا يتورع مجلس الأمن أو يتورع الأمم المتحدة والمفتشون أن يأخذوها بعين الاعتبار، علما أن المفتشين قالوا أنهم استلموا نسخة من هذه البيانات التي يتحدث عنها، ولكن لم يذكر ذلك في البيان الختامي للمفتشين. نعم. سيد سامر، يعني هل من خلال ما نراه اليوم نسمع عنه، هل نستطيع أن نسلم بأن هنالك تواطؤ غربي روسي لتجريد النظام السوري من الأسلحة الكيماوية، وأن الهم اليوم مرتكز على هذه الأسلحة وليس هنالك أي اهتمام بما يجري على الأرض من مقتل المدنيين وتشريد وما يسمى بنظر البعض حرب أهلية؟ نعم، بالتأكيد حقيقة شيء مؤسف يعني ومعيب أن تتحول القضية السورية إلى الحديث عن كيماوي دون الحديث عن معاناة الشعب السوري، دون الحديث عن الشهداء الذين سقط لدينا أكثر من 150 ألف شهيد، والسيد أوباما يتحدث عن 1500 شهيد ويتحدث عن تحييد السلاح الكيماوي. أيضا الحديث عن السلاح الكيماوي أيضا منقوص، يعني عندما نتحدث منذ عدة أيام عندما استخدم النظام قنابل النابالم الحارقة وهي تدخل ضمن سياق الأسلحة الكيماوية، وعندما استخدم غاز الكلور، وعندما تستخدم القنابل العنقودية، كلها أسلحة محرمة، لماذا لا يتم الحديث عنها؟ المشكلة الأخرى والخطيرة، يعني عندما يتحدث أوباما والغرب الكاذب ومعهم روسيا بالطبع، عندما يتحدثون ويقولون لبشار الأسد اقتل كما تشاء بكافة أنواع الأسلحة دون الكيماو، اسمحي لي فقط بعجالة، الكل شاهد أن تلك الإبداع الأسدي بالبراميل المتفجرة والتي لم تستثني أحد، واتجهت المعارضة في اتهامات للمعارضة بأنها هي مسؤولة عن استخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية. كيف ترد المعارضة على هذه الاتهامات؟ أنا سأرد، يعني نتحدث بلغة العقل والمنطق. الأسلحة الكيماوية النظام أعلن أنه من يمتلكها قبل منذ مدة، قال أنه لا يمتلك والآن اعترف أنه يمتلكها. كما تعلمين سيدتي الكريمة أن الأسلحة الكيماوية تحتاج إلى أماكن تخزين وتحتاج إلى أماكن إشراف وتحتاج إلى وسائل استخدام. ثم نتحدث أيضا بلغة العقل والمنطق، هل من المعقول أن الشعب السوري قرر أن يفني نفسه بنفسه جيش حر مع الأهالي ويقوم باستخدام غاز السارين ويدمر نفسه، وخاصة المنطقة التي استخدمت، لو استخدمت في المناطق الموالية لكان الحديث شيء آخر، أما أن تستخدم بالمنطقة الغوطة التي استعصت على نظام بشار الأسد فهذا شيء مستغرب. من باب الاستفزاز ألا يمكن ذلك أن يكون من باب الاستفزاز من قبل المعارضة، لأن المفتشين الدوليين كانوا على الأرض، هل يمكن أن يقدم النظام على ذلك؟ يا سيدتي، هل من المعقول أن يأتي الإنسان وينتحر، ثم حتى إذا أراد أن ينتحر من أين أداة الانتحار؟ عندما عرض التلفزيون السوري، وأرجو أن تدعيني أكمل الفكرة، عندما عرض التلفزيون السوري وقال أننا استولينا، قبل ذلك مهد وقال سنتجه إلى جوبا للاستيلاء على بعض الأسلحة، ثم بعد ذلك بث التلفزيون السوري البراميل التي مكتوب عليها غاز السارين صنع في السعودية. ثم يعني كيف تأكدت الكذبة؟ وهذا واضح عندما يعني تفجرت بثينة شعبان يعني وأنجزت فكرة هائلة وقالت أن هؤلاء الأطفال تم جلبهم من الساحل برحلة سياحية ترفيهية اجتازت كافة الحواجز من الساحل إلى الغوطة الشرقية. اسمحي لي فقط أن أكمل الفكرة. وليعلم الجميع أن ربطة الخبز لا يستطيع أحد أن يدخلها إلى الغوطة الشرقية منذ أكثر من 8 أشهر لأنها محاصرة بشكل يعني محكم. هل من المعقول أن جاءوا بهؤلاء الأطفال ونوموهم على الأرض وبعد ذلك موتوهم ثم صوروهم؟ من هنا عندما تتحدث بثينة شعبان، وكنا نتذكر أن من بداية الثورة عندما خرج الشعب السوري مسالما يطالب بالحرية والكرامة، تحدثت منذ اليوم الأول وهذا مثبت وقالت هذول إرهابيين يشاركون فيهم فتح الإسلام. وصلت الفكرة، يعني لا أريد أن الموضوع مرتبط ببعضه. طيب، بس ولكن لا أريد أن موضوع البرنامج ليس من المسؤول عن الأسلحة الكيماوية، كان لمجرد الرد على الأستاذ ليونيد سوكيانين. سيد ليونيد سوكيانين، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط، قال إن هناك الكثير من العمل لوضع المبادرة الروسية موضع التنفيذ. يعني ما هو المطلوب؟ ما هي العوائق؟ هل هي عوائق سياسية أم فنية في تطبيق هذه المبادرة؟ طبعا لا شك أنه كما تفضل أحد الزملاء المشاركين في هذا البرنامج، هنالك البعض الكليات المبادئ الأساسية المتفق عليه بين روسيا وبين الولايات المتحدة
كصيغة عامة كالأطر العامة لهذا المبادرة هنالك تفاصيل والجزئيات بعدها تقنية والفنية بعدها قانونية وبعدها سياسية. المهم حاليا انطلاقا من الكليات المبادئ الأساسية المتفق عليها استمرار المناقشة لكيفية تجاوز هذه الخلافات. طيب سيد ليونيد، يعني هذا يثبت ما تقوله المعارضة بأن الشيطان يكمن في التفاصيل وأن الموافقة موافقة سوريا على هذه الاتفاقية جاءت من أجل تمييع وتضييع الوقت، والرئيس بشار الأسد يتحدث عن إمكانات هائلة لإتلاف الأسلحة الكيماوية وفترة زمنية تمتد لعام وعشرات الآلاف يعني من الأموال. إذن عدم الاتفاق ما هو إلا محاولة لتمييع الوضع وتخليص النظام السوري من ضربة عسكرية. لا أعتقد ذلك. التصريحات التي أدلى بها الرئيس السوري هذا شيء، أما موقف الأسرة الدولية وهذا شيء آخر. هل هنالك ما يثبت أنه هذه الطلبات للنظام السوري ستقبل من قبل روسيا أو من قبل الولايات المتحدة؟ لكل واحد رأيه. وعلى هذا الأساس طبعا هذه نقطة نقاشية يجب البحث في كيفية معالجتها بين العام المطلوب من النظام وبين 15 يوم الذي كانت يعني محدد في الأول، هل فارق الجاسع؟ هنالك يجب أن يكون المدة المعقولة كافية لتنفيذ هذه المبادرة. وهذه القضية تقنية فنية تعود قبل كل شيء إلى الإحصائيين العسكريين والمهندسين وغيرهم من المختصين في هذا المجال، ولكن القضية تناقش حتى الآن. هنالك الجهود تبذل على الرغم من الخلافات والفوارق، ولكن بدلا من مناقشة هذا العراقيل ومناقشة فرص الفشل هذه المبادرة، بدلا من ذلك يجب مناقشة القضايا كيف يمكن إنجاح هذه المبادرة. ما هي الجهود تطلب لإنجاح هذه المبادرة يعني ومن أي طرف؟ روسي، أمريكي، دقيقة ونصف معارضة، قبل نظام الإعلاني. أريد أن أسمع من السيد عبد الحميد. سيد عبد الحميد، يعني مشروع القرار الذي يتم مناقشته في مجلس الأمن، هل يلحظ هذه التفاصيل؟ يعني من الدولة التي ستنقل إليها الأسلحة الكيماوية لإتلافها؟ من سيمول هذه العملية؟ أم أن حتى مشروع القرار لا يزال يتعلق بالتفاصيل؟ نعم، مشروع القرار يتعلق بوضع الاتفاق الروسي الأمريكي موضع التنفيذ والاتفاق على المبادئ العامة، ويتم بعد اعتماد مشروع هذا القرار تحويله إلى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لوضع خطط مفصلة. التفاصيل تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي. يعني لا يستطيع مجلس الأمن أن يضع إصبعه على قضية التفاصيل، لكن هناك مبادئ عامة. عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية عملية معقدة جدا ومكلفة جدا وتأخذ وقتا طويلا. يعني ما زالت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي يسعيان للتخلص من أسلحتهما الكيماوية كل هذا الوقت بعد توقيعهما للاتفاقية عام 1993، لذلك تأخذ وقتا طويلا. طيب. هناك حوالي 40 موقعا في سوريا فيها أسلحة كيميائية يتم حصرها. تعاون الحكومة السورية يسهل العملية، وهو ما سيتضمنه القرار بكل وضوح. يطلب طيب. من الحكومة السورية التعاون بشكل مطلق في حصر وتجميع والإشارة إلى أماكن وجود هذه الأسلحة. سأعود إلى مزيد من التفاصيل حول مشروع هذا القرار. فاصل قصير ونواصل الحوار في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. كيف كانت تغطيتها إعلاميا؟ نحن أمام دم. موقف سياسي يريد أن توصل هذه الصحيفة أو تلك إلى قارئها. لا أخبار أكيدة. فعلا يعني وضحك مبكي. تفرج على وصلة ردح أو شتائم إن إحنا نقعد نشتم بعض. كمتابع لعمل الصحافة كيف يجب أن يكون هذا العمل؟ سؤال صعب، يعني كل طرف ينظر لهذه المسألة من زاويته. 7 أيام رؤية لما تتناوله وسائل الإعلام، كيف ولماذا؟ أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون. ابحث عن الأخبار التي تهمك
وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أهلا بكم من جديد. سيد خالد صفوري، استمعنا إلى السيد عبد الحميد السلام وهو يتحدث عن فترة زمنية طويلة يعني لكي يتم التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا. ألا يعوم ذلك الرئيس السوري بشار الأسد من جديد؟ يعني أعطي شرعية دولية من خلال الطلب منه تسليم هذه الأسلحة الكيماوية، واليوم تسليم هذه الأسلحة الكيماوية ونجاح العملية يحتاج إلى فترة طويلة، وبالتالي هو سيبقى على رأس النظام لكي يتم تحقيق ذلك. يعني أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية من كل ذلك؟ والرئيس أوباما يقول بأنه لا حل سياسي في سوريا إلا بعد رحيل الرئيس بشار الأسد. على أي أساس يقول ذلك؟ ما دامت الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في معركة عسكرية مع النظام السوري فإنها ستقبل بالمعطيات الموجودة، وبالتالي حتى لو قال الرئيس أوباما أي ما قاله هو يحتاج أن يدعمه بالسلاح إذا كان فعلا يريد تغيير الرئيس الأسد، إلا إذا في ذهنه أنه تنتهي رئاسة بشار الأسد سنة 2014 وبالتالي يريد أن ينتظر حتى ذلك الوقت من أجل أن يطرح مشروع سلمي. أنا لا أعرف حقيقة ماذا بذهن الرئيس الأمريكي، لكن من خلال المعطيات يعني نسمع الرئيس أوباما يقول بأنه لا حل سياسي إلا عبر رحيل الرئيس بشار الأسد، أنه لن تنتهي الحرب الأهلية إلا برحيل الرئيس بشار الأسد. في المقابل نرى بأن كل الطروحات المطروحة اليوم يعني وكأنها تعطي للرئيس الأسد فرصة للتعويم وللبقاء فترة أطول لتنفيذ حتى الاتفاق الروسي الأمريكي. الذي أراه من السياسة الأمريكية لا يدعم ما يقوله الرئيس الأمريكي. الإدارة الأمريكية وعلى مدار على الأقل سنتين لم توفر السلاح للمعارضة السورية، ولكن بالعكس في كثير من الأحيان كانت تضغط على الحكومة التركية من أجل عدم تسليم المعارضة أسلحة متطورة. في العديد من الأحيان كانت دول الخليجية تدفع ثمن هذه الأسلحة، وكان يتم حجزها في تركيا بناء على طلب الولايات المتحدة والتي كانت ترفض تمرير هذه الأسلحة. أنا أرى في سياسة الولايات المتحدة وتطوير للمعركة في سوريا إلى مدى طويل حتى لو استمر 5 أو 6 سنوات، وأمريكا ليست في عجلة من أمرها في حل هذه المشكلة، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة هي استنزاف لكل الأطراف، لحزب الله، للنظام السوري، لإيران، وللقاعدة داخل سوريا. ليس هنالك عجل في أمر أمريكا، حتى لو لم تكن تريد بشار الأسد فهي لا تثق بالمعارضة السورية أو على الأقل جزء كبير من هذه الفئات، ولهذا لا نرى الحسم الأمريكي موجود في هذه في هذه الأزمة، والولايات المتحدة تحاول أن تعطي جزء من المسؤولية أو جزء من الصلاحيات للطرف الروسي، لأنها لا تريد فعلا أن تحتكر حل هذه المشكلة لأنه ليست أمامها الخيارات التي هي تريدها. وبالتالي الخلافات الآن في مشروع القرار حول نقطتين أساسيتين، المشروع الذي تم صياغته من قبل الفرنسيين، الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمه، وخلافاتهم الرئيسية على بندين مع روسيا، الفصل السابع واللي روسيا تعترض عليه، والرئيس بشار الأسد بالأمس في مقابلته مع فوكس نيوز عندما سئل عن الفصل السابع قال أنه ليس مهم، فأنا فوجئت حقيقة في رده باعتبار أن روسيا يعني تحارب بالنيابة عنه من أجل حذف الفصل السابع من المشروع القرار. والمشكلة الأخرى هي سيادية أو سيادة اللجان المفتشين. روسيا لا تريد أن يتكرر ما حصل في العراق عندما كانت هذه لجان التفتيش تذهب إلى القصر الجمهوري وتريد أن تفتشه، وهذه سببت مشكلة كبيرة في نظام صدام في ذلك الوقت. فهذه المشكلتين، لكن أنا أعتقد في النهاية سيكون هنالك حل ويتم التصويت عليه. اليوم وزير الخارجية الأمريكي قال أن مشروع القرار سيتم تقديمه الأسبوع القادم في الأمم المتحدة وسيتم التصويت عليه. أنا أعتقد أنه ذلك مبكر، لكن وارد جدا أن يتم اتفاق روسي أمريكي بالسر حول بعض التفاصيل ويتم التصويت عليه الأسبوع القادم. طيب سأعود إلى هذه النقطة، ولكن أريد أن أسمع من السيد سامر. سيد سامر، يعني موافقة دمشق المباشرة على تقديم الأسلحة الكيماوية والدخول في المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، هل ترى المعارضة بأنه سبب
طلبه ضمانات من قبل الروس والمجتمع الدولي ببقاء الرئيس بشار الأسد ونظامه في الحكم؟ نعم، هو بالتأكيد كانت التهديد الأمريكي محصور في مجال واحد وهو مجال الأسلحة الكيماوية، وسارع بشار الأسد بالرغم من أن كيري أعطاه 7 أيام جاوب ب7 دقائق لأنه هذا سيكسبه المزيد من الوقت. وأيضا عندما نتحدث عن التزام بشار الأسد لنا تاريخ طويل معه، فيكفي أن أكثر حليف له هو الرئيس الروسي لا يثق به، ومن هنا عندما يطالبونه طالما أنت متأكد أنه سيلتزم دعنا نتجه إلى الفصل السابع، هم لا يثقون بذلك. ولنا تجربة أيضا كل يتذكر عندما جاء المراقبين الدوليين إلى سوريا وتحدث وليد المعلم وقال وسألوه وقالوا له سوف تغرقونهم بالتفاصيل، فقال وليد المعلم على المراقبين الدوليين أن يتعلموا الغوص قبل المجيء إلى سوريا. من هنا نحن نقول أنها فرصة أخرى للنظام، وعلما أن النظام السوري مستعد أن يقدم كل شيء، هذه بداية، سينتجهم بعد ذلك إلى البيولوجي وغير البيولوجي، وهو مستعد أن يقدم كل ذلك لأمريكا وروسيا وغيرها. ومن هنا نحن نأسف حقيقة أن يقدم بشار الأسد كل تلك التنازلات لروسيا ولإسرائيل وللغرب ولا يقدم أي تنازل للشعب السوري. هل من المعقول أنه منذ البداية عندما قام أحد أجهزة الأمن في درعا ولم إلى الآن يتم محاكمته، لم يتم محاكمة شخص واحد؟ سيد عبد الحميد السيام، يعني أنت ستغادرنا بعد قليل، أريد أن أستفيد من الوقت معك. هل يمكن أن يقبل الغرب بمشروع قرار يصدر من الأمم المتحدة من دون الفصل السابع؟ يعني ما هو شكل القرار التي يتم النقاش عليه اليوم المقبول روسيا ومن الغرب؟ يعني كان هناك اتفاق منذ في جنيف حول موضوع الفصل السابع، أن الفصل السابع لن يبحث الآن، لن يتضمنه مشروع القرار هذه المرة. اتفق على أنه إذا لم يحدث تعاون من النظام السوري فستعود الأطراف وتحت الفصل السابع قد تأخذ قرارا جديدا. يعني ما زال الروس أو مثل الجانب الروسي يثق بأن أو هو قد وصله وعود لأن الجانب السوري سيتعاون تماما في موضوع التخلص من الأسلحة الكيميائية، وهو واثق من ذلك على الأقل. هنا الفرق، لأن صدام حسين أيام قضية المفتشين كان مكشوفا، لم يكن له حليف. الآن النظام السوري له حلفاء، ليس حليفا واحدا بل أكثر. لذلك الروس يرون أنه ليس من الضرورة أن نذكر الفصل السابع هذه المرة، لكن نعود وإذا لم يحدث تعاون قد نقبل بقضية الفصل السابع وفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات، وهم واثقون أن في المرة القادمة لن يحتاجوا إلى ذلك لأن النظام السوري تعاون في 7 دقائق، وافق على كل التخلص من كل أسلحته الكيميائية، فكيف يمكن أن يماطل حلفائه الروس؟ طيب، برأيك يعني من خلال ما نشهده ونراه في الأيام الأخيرة وما يعتبره البعض يعني تراجع الدبلوماسية الأمريكية مقابل الدبلوماسية الروسية، هل يمكن أن تكون التسوية بإصدار قرار في مجلس الأمن دون الفصل السابع؟ هذه المرة أنا أعتقد أن نعم مشروع القرار سيمر، لكن سيحتوي بعض اللغة على موضوع التعاون وضرورة التعاون وعواقب إذا لم يحدث التعاون، لكن دون ذكر الفصل السابع. لكن فيما حدث لو حدث في المستقبل، بدأت لعبة القط والفأر كما يقولون عندنا في الأمم المتحدة تتكرر في سوريا، قد يعودون إلى الاجتماع وهناك يكون قناعة بأنه لابد أن يتم عصر الأيدي أو فرك الأيدي على النظام السوري بحيث يذكر الفصل السابع. أما الآن أنا أعتقد أن هناك في فسحة أمل جديدة، سيكون هناك اجتماع بين الأمين العام والممثل الأمين العام والجامعة العربية الإخضر الإبراهيمي مع وزيري خارجية أمريكا وروسيا قريبا في الأيام القليلة القادمة على هامش دورة الجمعية العامة 68 حول موضوع جنيف 2. هناك نوع من الأمل، هناك اتجاه لأن يتم زخم المجتمع الدولي حول إنجاح مشروع التسوية من خلال عقد مؤتمر جنيف 2. طيب، هل يمكن أن يكون ذلك قريبا الاتفاق على مسودة المشروع؟ يعني بحلول الأسبوع المقبل كما ذكر السيد خالد صفوري نقلا عن جانب الأمريكي. حقيقة كان هناك تقارب شديد، لكن يعني وهذه أنا أريد أن أنتقد الموقف الفرنسي لأنه دائما يسبق الجميع ويدفع بمشروع قرار متصلب جدا، ثم يبدأ عملية المفاوضات حول
انزال السقف قليلا. فكان يعني هناك بعد اتفاق الروسي الامريكي كان ممكن ترجمة ذلك الاتفاق في مشروع قرار بسهولة، لكن طيب من الواضح باننا فقدنا الاتصال مع السيد عبد الحميد الصيام، شكرا لك. اعود لك سيد خالد صفوري. سيد خالد صفوري، يعني تحدث السيد عبد الحميد الصيام عن رفع السقف لدى الفرنسيين، يعني ما نراه من حدة تصريحات متبادلة بين الغرب وروسيا، هل هو يعني تبادل أدوار، مناورة من أجل إمرار الصفقة الروسية أو الاتفاق الروسي الأمريكي، أم هو صراع إرادات حقيقي بين القوى الكبرى؟ جزء من الصراع هو صراع داخلي في أمريكا. الرئيس أوباما لا يريد أن يظهر بمظهر ضعيف أكثر ما ظهر فيه، وهو بالتالي لهذا كان هنالك العديد من التصريحات خلال الخمسة أو ستة أيام الماضية من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أنه أن الفصل السابع هو جزء من أي قرار سيتم الاتفاق عليه، ولأنه الرئيس أوباما تم انتقاده بأنه أعطى مخرج للرئيس بشار الأسد، وأنه الرئيس بشار الأسد يظهر الآن بمظهر المنتصر، وبالتالي الفصل السابع يمس الكرامة الأمريكية بأنه هذا مشروع قرار له أسنان، يعني حسب المصطلحات والتيث، وهذا ما قاله الأمريكان، وبالتالي أي مشروع قرار أقل من ذلك سيظهر الإدارة الأمريكية بمظهر الإدارة المهزومة، وبالتالي خصوصا داخليا داخل الولايات المتحدة النقد جاء للرئيس أوباما من اليمين ومن اليسار، وبالتالي هو يريد أن يخرج بشيء من ماء الوجه بقرار أكثر قوة. أنا لا أعرف إذا في النهاية سيتم الاتفاق على ذلك، قد نجد الفصل السابع موجود بشكل مشروط في مشروع القرار، لكن أنا أستبعد جدا أن الأمريكان يوافقوا على أي مشروع قرار لا ليس فيه بشكل أو بآخر إشارة إلى الفصل السابع. سيد ليونيد سوكيانين، يعني الجميع تحدث عن ضرورة حل ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، ولكن لم يغفل أحد ضرورة الحل السياسي. إذا كان الاتفاق الروسي الأمريكي جعل الرئيس الأسد يظهر بمظهر المنتصر كما يقول السيد خالد صفولي، كيف يمكن جره إلى حل سياسي لكي يقدم تنازلات إذا كان هو يعتبر نفسه منتصرا اليوم؟ طبعا في الحقيقة طبعا القضية الخاصة بالأسلحة الكيماوية جزء هام جدا من الملف ذي الأبعاد والمستويات المختلفة، وفي تليعتها طبعا كيفية معالجة هذه الأزمة معالجة كاملة، وعلى الاتفاق الدولي ربما ليست الإجماع، ولكن معظم الدول تقول انه لا حل عسكري لهذا الازمه، يعني برأيك سياسي. الاتفاق الكيماوي هو جزء من صفقه كبرى او تسويه كبرى، جنيف 2 هو ركن من اركانها. لا اعتقد انه هذا ركن من الصفقه او جنيف 2، هذا هو الخطوه ايجابيه ليست فقط تجاه وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الإشراف الدولي، بل رفع مستوى الثقة وتقارب المواقف لروسيا والولايات المتحدة وغيرهما من أعضاء الدائم لمجلس الأمن، بحثا عن أو اتخاذا للخطوات اللاحقة نحو المعالجة السياسية لهذا الأزمة، ربما عبر عقد الجنيف 2 أو طيب. غيرها من المبادرات. وهنا أعود إلى سؤالي، يعني إذا كان الكل يجمع على ضرورة الحل السياسي سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الروسي، كيف يمكن يعني دفع الرئيس السوري بشار الأسد إلى حل سياسي يقدم فيه، يعني أي حل يتوجب تنازلات من جميع الأطراف، إذا كان هو اليوم يشعر نفسه بأنه منتصر نتيجة الدعم الروسي، كيف يمكن أن يقدم أي نوع من التنازلات؟ هذه التنازلات يمكن التوصل إليها على ضوء بعض الشروط المهمة جدا. الشرط الأول الجهود المنسقة لكل اللاعبين الدوليين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة باتجاه الواحد، جعل للطرفي النزاع ليست النظام وحده، وجعلهما للحوار وترك العنف. هذا هو القضية. نحن نناقش خلال الأشهر الأخيرة وبشكل مكثف كيفية جعل النظام
لكي يتحاور أو لكي يترك الأسلحة. ونحن نادرا ما نتحدث عن جعل المعارضة لقبولها للغة الحوار، بل المعارضة حتى الآن لا تقبل أي للحل من هذا الشأن. طيب. وهي تراهن على إسقاط النظام. يعني إلى نقطة النظام، يعني لماذا النظام اليوم سيجلس أو يقبل بتقديم أي تنازلات إذا كانت روسيا تدعمه داخل مجلس الأمن وتشهر الفيتو بوجه أي قرار يعني ضد النظام السوري، إذا كانت روسيا تدعمه بالسلاح، إذا كانت روسيا يعني ترفض حتى التهديد أو التلويح بضربة عسكرية؟ إذا يعني لماذا هو سيذهب باتجاه أي حل سياسي؟ هل المبادرة المشتركة الروسية الأمريكا ضغطا على النظام؟ من هو يتخذ هذا المبادرة؟ هل كانت هذا المبادرة منطلقة من النظام السوري أو روسيا التي اقترحت هذا الحل؟ والأمريكا قابلت هذا الحل وبعد ذلك النظام وافق لذلك. هل هذا نوع من الضغط على النظام؟ بين الجانبين الأمريكي الروسي حتى قبل أن تطرح روسيا هذه المبادرة. على كل الأحوال سيد سامر، يعني اليوم الجانب الروسي يركز على هذه النقطة، نحن نضغط على النظام والنظام مستعد لجنيف 2، بينما المعارضة هي التي ليست مستعدة لحل سياسي في سوريا. يعني حقيقة أرجو أن تعطيني بعض الوقت أسوة بالضيوف لأنني لم أتحدث في هذه المقابلة كثيرا. تفضل لك كل الوقت. نعم لأنه يعني نعم تفضل. نعم حقيقة الحل السياسي منذ البداية عندما كان الموضوع شأنا داخليا بشار الأسد لم يقبل به، والكل يعلم أن الثورة السورية بقيت أكثر من 6 أشهر باعتراف بشار الأسد سلمية، لم يساهم بأي حل سلمي، بل على العكس منذ البداية اجتمع مع القادة الأمنيين وقالوا له نحن حمينا والدك 30 عاما ونستطيع أن نحميك 30 عاما أخرى إذا سلمت الأمر لنا، فقال لهم الأمر لكم. أنا كما تحدث كيري أكثر من مرة، والدليل أن الضغط على نظام بشار الأسد ليقبل بالحل السلمي، هناك طريقين يعني لا أكثر. عندما تحدث كيري وقال يجب أن نساعد الشعب السوري ونسلحه المعارضة حتى يكون هناك توازن وتحقيق تقدم على الأرض مما يجبر بشار الأسد في الذهاب إلى حل سلمي حل سياسي. وأيضا النقطة الأخرى والتي منذ البداية الولايات المتحدة مع الأسف الشديد لا تستخدمها، لا تستخدم الولايات المتحدة أي ضغط حقيقي على بشار الأسد، كل الضغوط محصورة بمجلس الأمن، وكما نعلم مجلس الأمن مشلول من قبل روسيا. بشار الأسد مطمئن تماما أن مجلس الأمن لن يستطيع أن يتخذ أي موقف. من هنا نقول نحن نعلم أن الموقف الروسي موقف انتهازي لا أخلاقي بامتياز، يمكن شراؤه يمكن تهميشه كما حصل من قبل. الولايات المتحدة غير جادة بذلك، وكما صرح لافروف وقال أن الدول الغربية والولايات المتحدة تدعو من الله أن نستمر على موقفنا هذا. من هنا نقول الشعب السوري ليس مصاص الدماء، لا يحب القتل، ولكن مع الأسف الشديد لا يوجد أي حل. إذا كان هناك حل سياسي يضمن متطلبات الثورة السورية فالشعب السوري معه. الآن لا أعتقد أن هناك جدية لدى بشار الأسد طالما بقي محمي من روسيا لاتخاذ أي موقف سياسي. والضغط مع الأسف الشديد لا يوجد عليه ضغط، ونحن قلنا منذ بداية الثورة طالما بقي نظام بشار الأسد ستستمر المجازر وتزيد، لأننا نتحدث عن تداعيات المشكلة ولا نتحدث عن سبب المشكلة. السبب الرئيسي بالمشكلة هو نظام بشار الأسد، بعد ذلك العالم بدأ يتحدث عن قضية اللاجئين وغيرها وتحولت القضية. أشرت إلى موضوع تسليح المعارضة، يعني المعارضة البعض يأخذ على المعارضة بأنها هي لم تعرف كيف تسوق نفسها لدى الغرب لكي يسلحها، وبالتالي ما يجري من خلافات مع متشددين واليوم صراعات على الأرض بالسلاح بين الجيش السوري الحر ودولة الشام والعراق ما هو إلا خير دليل يؤكد مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية. سأجيبك سيدتي بالدليل القاطع. تفضل. قبل أن تظهر جبهة النصرة وغير جبهة النصرة عندما كان الجيش السوري الحر، ماذا فعلت الولايات المتحدة؟ لم تفعل أي شيء. وكما تحدث ضيفك الكريم وهذه حقيقة ونحن تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، وقلنا أن الولايات المتحدة ليست فقط لا تريد أن تسلح الشعب السوري أو المعارضة السورية، بل أيضا تقوم بالضغط على الدول التي تريد أن تسلح الشعب السوري. وكلنا نتذكر عندما أعلنت المملكة السعودية منذ كانت هيلاري كلينتون عن نيتها الحقيقية لتسليح المعارضة، ذهبت كلينتون إلى السعودية وطلت منهم
كما هو نعم الضغط الأمريكي. نعم وضغطت عليهم. من هنا نقول ماذا كانت تفعل الولايات المتحدة بذلك الوقت قبل أن تظهر تلك المنظمات الذين لا تتفق معهم؟ وبعد ذلك عندما أرادت الولايات المتحدة طالبت بتشكيل هيئة رئاسة أركان جديدة وتم ذلك وانتخب السيد سليم إدريس وهناك توافق تام وتم تقديم ضمانات مكتوبة للولايات المتحدة والدول الغربية أن تلك الأسلحة لن تذهب للأيادي الخطأ بل ستذهب للعناصر التي ترغب بهم الولايات المتحدة. والأكثر من ذلك أن فرنسا تحدثت عن التسليح وقالت لدينا كود بمعنى نستطيع أن نتحكم بالأسلحة إذا خرجت عن الإطار الذي نرغب به. من هنا نقول أن تلك دعاية كاذبة لا تريد الولايات المتحدة إلى الآن. وكما تحدث أيضا الضيف الكريم وهذا أنا أردت على الحديث عنه أيضا أن من مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إسرائيل أن يبقى الوضع كما هو. هم طبعا تهمهم مصالحهم ولا يهمهم الشعب السوري أو مصلحة الشعب السوري. بشار الأسد يقدم خدمة كبيرة لإسرائيل لم تكن تحلم بها وهي تدمير سوريا على يد بشار الأسد وهم يعطونه الوقت لتنفيذ. انطلاقا من ما ذكرت أريد أن أسمع من السيد خالد صفوري. سيد خالد لنعتبر بأنه جرى تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار والاتفاق الروسي الأمريكي يعني أخذ أو ظهر علنا، هل يمكن أن يسمح الغرب بعدم التدخل ولو بصورة مباشرة لوقف القتل بالآلة التقليدية داخل سوريا؟ هل يمكن أن يستوعب هو ذلك؟ هو يعرف أنه الغرب ليس مستعد أن يتدخل لوقف القتل وهو وبالتالي ليس مضطر أن يعطي أكثر من ما طيب أعطاه. هل هذا يعفي من ما يحكي عن أخلاق وواجبات تجاه سوريا ومن يعيش في سوريا؟ لا أنا أريد أن أوضح موضوع كذلك مهم لا يتطرق له الكثيرون بعض خبراء العسكريين قالوا عنه أنه موضوع التخلص من الأسلحة الكيماوية صعب جدا لسبب أنه تصنيعها سهل جدا وبالتالي حتى لو سلم كل الأسلحة التي لديه يستطيع النظام السوري إعادة تركيب الترسانة الكيماوية خلال أسابيع لأنه كثير منها مواد متوفرة ومواد سهلة وهي باي برودكتس البتروكيميكالز. نحن نعرف أنه العالم الألماني الذي اخترع السارين غاز السارين سنة 39 اخترعه عندما كان يحاول أن يصنع مبيد حشري قوي وبالتالي لهذه الدرجة المواد الخام متوفرة ومن السهل إعادة تركيبها. فهو أنا أعتقد في الحقيقة هو خرج منتصر من هذه المعركة لأنه سيسلم شيء يستطيع أن يعيد تركيبه وبسرعة كبيرة. طيب. نحتاج له. سؤالي كان لك سيد خالد عن الغرب يعني صدور هكذا قرار حتى تسليم الأسلحة الكيماوية، هل يعفي الغرب من مسؤولياته الأخلاقية التي يتحدث عنها يعني بشكل متكرر؟ هذه المسؤولية الأخلاقية هل هو معفي من التدخل حتى بصورة غير مباشرة لوقف القتال؟ هل يقف الموضوع عنده على الأسلحة الكيماوية؟ بالتأكيد لا، ولهذا كان هنالك العديد من النكت في الصحف الأمريكية والغربية على أنه قف لا تستطيع أن تقتل الناس بالسارين واللقطة اللي بعدها الآن تستطيع أن تقتل المزيد بالأسلحة التقليدية. وبالتالي الموضوع الأخلاقي عند الغرب غير موجود لأنه الاحتجاج على استخدام الأسلحة الكيماوية وليس هنالك احتجاج مثل ما قال الضيف الكريم من لندن باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الأرض أرض التي ضربت فيها أحياء حلب وأحياء دمشق. يعني هذه أمور لا تحصل أنه حد يستخدم مثل هذه الأسلحة داخل بلده. وبالتالي المسؤولية الأخلاقية على الغرب ليست فقط في السلاح الكيماوي، عليهم مسؤولية تامة في وقف القتل واستنزاف والمدنيين الذين يسقطون بشكل يومي والمجاعة الموجودة. هنالك ملايين السوريين لاجئين داخل أو خارج سوريا. كل هذه مسؤوليات أخلاقية على المجتمع الدولي المتحضر عندما يكون هنالك مشكلة من هذا القبيل عليه أن يتدخل. نحن شاهدنا كيف تدخلوا في البوسنة وحتى في أفريقيا عندما حصلت مذابح التوتسي والهوتوس. في النهاية تدخل المجتمع الدولي وتحديدا أوروبا وأمريكا في وقف هذه المذابح ولا نرى أي توقف وإجبار للأطراف في التوقف الآن في سوريا. طيب سيد ليونيد سوكيانين، في من خلال هذا الوقت الذي تأخذه المحادثات من أخذ ورد حتى يتبلور شكل مشروع القرار أمام الأمم المتحدة، يعني ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها روسيا أن لا يكون الرئيس بشار الأسد يهرب بعض من هذه الأسلحة الكيماوية كما تقول المعارضة إلى حزب الله في لبنان؟
بصراحة ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها روسيا؟ ضمانات فقط المناقشات والتفاوض والحصول على موافقة الرئيس بشار الأسد على بالنسبة لمعالجة القضية الأسلحة الكيماوية عن طريق الثقة، عن طريق التفاوض، عن طريق تنسيق الجهود، عن طريق المفاوضات، يعني عن طريق السيد سامر، ما هي ضمانات الرئيس وما هي ضمانات التي لم يعني ينفذ شيء من ما وعد به سابقا؟ اليوم عنصر الثقة من أين ينبع؟ هل المعارضة نفذت كل الوعود وتوصيات جنيف الأول؟ هل المعارضة هي التي كانت تنفذ كل ما قيل لها من قبل الأمم المتحدة أو من دول الأخرى؟ طيب. يجب أن تكون هنالك الجهود المشتركة باتجاه واحد. دعني أسمع من السيد سامر، يعني هل المعارضة نفذت الجهود؟ اليوم حتى المعارضة تتهم النظام بتهريب الأسلحة لحزب الله، هل يمكن أن يخاطر حزب الله بتسلم هكذا أسلحة والعين كلها على سوريا والأسلحة الكيماوية؟ هل يمكن أن تقبل إسرائيل أساسا بأن تصل مثل هكذا أنواع من الأسلحة إلى حزب الله؟ يعني حقيقة الولايات المتحدة لا تستخدم أوراقها مرة واحدة، هناك أنباء عن نقل بعض الأسلحة إلى حزب الله وأيضا إلى العراق، وكما نعلم الولايات المتحدة تستطيع أن تكسب من كل الأوراق. الآن بشار الأسد يقدم كل ما لديه مجانا ودون فقط في ضغط بسيط، هذه متروك لمرحلة لاحقة والكل يعلم أن بشار. هل منطقة هذه الاتهامات من قبل المعارضة بأن هنالك أسلحة تهرب إلى حزب الله؟ ما الإثباتات عليها؟ لماذا لا تعرض؟ دعيني أقول أن الولايات المتحدة ترصد وتراقب كل شيء، وهي من أكدت لنا منذ أن استخدم بشار الأسد صواريخ سكود وحددت لنا من أين انطلقت وأين وصلت، وهم تحدثوا أيضا منذ البداية عن الأسلحة الكيماوية عندما ذهبت قوة أمريكية إلى الأردن بالتنسيق مع المخابرات المنطقة لرصد تلك الأسلحة، وكان كل شيء تحت المراقبة. وكما قلت الولايات المتحدة لا تريد أن تتحدث الآن، فهي تأخذ تنازل مجانا، بعد ذلك تستطيع أن تثير أيضا تلك القضية عندما تحتاج إليها. وهي يعني لم ترد على سؤالي بالتحديد، يعني العين كلها اليوم على سوريا، العين كلها اليوم دوليا وعالميا على الأسلحة الكيماوية، إسرائيل التي يعني ضربت شاحنات من الأسلحة لمجرد أنها تتجه إلى حزب الله، هل يمكن أن تغض الطرف عن وصول أسلحة كيماوية لحزب الله؟ أنا كما قلت هناك أنباء، أنا ليست لديني التأكيدات لأكون صريح، هناك أنباء ولكن هذا غير مستبعد، وأيضا حتى إذا تم ذلك وتم نقلها الولايات المتحدة ستستفيد منها في وقتها. أما بالنسبة كما تحدث من روسيا اللي أرد عليه أن المعارضة التزمت ونفذت، ولكن من لم ينفذ هو النظام والثابت، والشاهد هو المراقبين الدوليين، هو الذي يحكم بيننا. شكرا. في ختام هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي وأشكركم أنتم مشاهدين على ومستمعين على حسن المتابعة.